السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في الابيزود مش ابيزود باش نحكيوا على الاكس بوكس 1 اس بروجكت سكوربيو والبلاي ستيشن 4 نيو. دونك هذوما لي كونسول جدد نتاع سوني ومايكروسوفت. البلاي ستيشن 4 نيو والبروجكت سكوربيو جوست مش السكوربيو مش ريمر، اما نيو ريمر، اما سي معناها كونفيرمي، كل شيء كونفيرمي. دونك عندنا سي سيرتا انه باش يجيونا بلاي ستيشن 4 نيو وبروجكت سكوربيو باش يراني ولنا لي جو 4K الله اعلم 30 اف بي اس ولا 60 اف بي اس، مي ما علينا. باش نحكيو على السبيكس نتاعهم وشنو هو باش نتوقع منهم انا والراي نتاعي اون جينيرال. سو يلا نبدا. بالنسبه للعباد اللي تبع شويه الجيمنج كونسولز وكيفاش يخرجوا، يعرفوا انه لي كونسول يخرجوا بريسك مره كل 5-6 سنين. يعني نقولوا مثلا اكس بوكس 1 بعد اكس بوكس 1 سليم، ولا بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 4 سليم، مثلا بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 3 سليم. دونك يخرجوا على الاول موديل يكون كبير، يكون معناها هيك الانوفاسيون تاعهم، وبعد يشدوا نفس القطايع ولا يحسنوا شويه، يقويوا في الواي فاي معناتها باش تلقط لك خير، يزيدوا فازه باش يبيعوا بها خير، يعطيوك بندل معاها، يبدلوا في المانير نش اي حاجه، وبعد يردوها سليم يصغروها في التاي، وهكاك تتبع لهم الكونسول الجديده ويربحوا مع زياده فلوس. اما تويكا الموضوع هذا باش يتبدل، خاطر البلاي ستيشن 4 الاصليه معناها لولا والاكس بوكس 1 لولا خرجوا عندهم بريسك عامين ونص 3 سنين معناها بريسك، وتويكا باش تخرج النيو والاكس بوكس 1 سكوربيو، مش اكس بوكس سكوربيو مش 1 بروجكت سكوربيو. دونك بريسك 3 سنين هكاك باش خرجوا معناها لي كونسول جدد، خاطر اندرو هاوس في الفاينانشال تايمز عمل معناها انترفيو معاهم واكد انه بلاي ستيشن 4 نيو باش تخرج، يعني كانت ريمر مي كونفيرميها. دونك سي. وبالنسبه للاكس بوكس 1 اعلنت لنا الاكس بوكس سكوربيو ما زلت نغلط ما بيناتهم باش تخرج عام الجاي في 2017 في بيريود نتاع العطل، يعني في نوفمبر هكا بيريود هكا سبتمبر في الزون هكا نتاع الوقت، اكدت لنا في الاي 3 ان باش تخرج. دونك لي دو كونسول كونفيرمي والسبيكس نتاعهم. باش نبدا نحكي على الاكس بوكس 1 اس اللي هي الكونسول الجديده اللي باش تعوض الاكس بوكس 1 القديمه. ال1 اس راهي معناها بريسك ميني ابديت لل1، جوست تقويو شويه سي بي يو شويه جي بي يو باش يعملوا هاندلينج للجرافيكس نتاع جيرز اوف وور، باش تخدم لكم 60 اف بي اس وكل، معناها جوست باش لي جو يخدموا خير في الفول هاش دي. يعني اللي تبع شويه يعرفوا انه لي جو نتاع مايكروسوفت بصفة عامة يخدموها في 720p ولا 960 بيكسل هي والبلاي ستيشن 4. يعني سا ديبون انتي والجو وانتي والبرفورمانس اللي طلبها الجو باش تخدم الجرافيكس اللي يطلبها كونسول جيمر مثلا كيفي انا، خاطر العبد بصفة عامة الكونسول جيمرز ماهوش يخمم الالترا هاي والسيتينجز نتاع البي سي و 60 اف بي اس، معناها هو يحب 60 اف بي اس، اما اي واحد يحب 60 اف بي اس، اما بالنسبه للديتيلز ماهوش يخمم برشا في السوجي هذا. دونك هذاك علاش مايكروسوفت هبطت ال1 اس باش معناها تزيد تبيع ال1 نتاعها، خاطر نعرفوا له انه سوني معناها غلبتها في المبيعات السنه بالبلاي ستيشن 4، اما بالنسبه لل1 كليت كبوت كبير. دونك ال1 اس ممكن باش تبدل الموضوع، اما بلاي ستيشن معناتها سوني الله اعلم اذا كان باش يهبطوا كونسول قبل النيو باش تكون معناها باش تتنافس مع ال1 اس، اما ما نتصورش خاطر ديجا بلاي ستيشن 4 ماشي منيح. دونك ما نتصورش باش سوني باش تزيد تهبط بلاي ستيشن 4 اصغر في الحجم، خاطر ديجا التاي نتاعها معناها صغير ماهوش اللي يتطلب انك تزيد تصغر. دونك اذا كان انا كجوار مثلا تاع بلاي ستيشن تاع كونسول نطلب انه يقويوا معناها الكونسول برشا، معناها مش يعملوا لي ميني ابديت وبرا ديريكت نتعديو للنيو، ما حاشتيش بالسليم عطيوني النيو وبرا. نفس اكس بوكس معناها عملت ال1 اس مرحبا، دونك تحب تبيع اكثر. اما بالنسبه للعباد اللي تلوج على 4K ونقزه كبيره في الجرافيكس ما تاخذوش ال1 اس، اذا كان عندك وان ولا بي اس 4 يزي زيد استنى لين يهبطوا النيو والسكوربيو. تو باش نتعديو للسكوربيو والنيو باش نحكيو وين لازمك تحط فلوسك، اسكو في بي سي
في نيو والا في السكوربيو. دونك نتعدي ونحكيو على الفيتشرز نتاع لي دو كونسول. قبل ما نحكيو على الفيتشرز نتاع لي دو كونسول نبداو باش نعرفوا واش معناها 4K، خاطر باش نستحقوا 4K هو اربع مرات الفول اتش دي، يعني الفول اتش دي ريزوليوشن نتاعو تضربها في 4. دونك باش يخرجوا لنا دو ريزوليوشن اللي هما معروفين بال 4K، اللي هما الكواد اتش دي ب 3840 × 2160 بيكسل، والا ال 4K اللي هو السينيماتيك 4K ب 4096 × 2160 4K. دونك هذه نتاع ال 4000 هيك للسينما و 3840 موجهه للكاستمرز، يعني للكونسيومر، للعباد اللي باش تشري تلفزه كواد اتش دي، مش باش ياخذوا تلفزه ريال 4K، خاطر ريال 4K يتقوى في دي مونيتور اللي يستعملوهم في الايديتينغ نتاع السينما وبرشا من الجواجم نتاع السينيماتوغرافي. بالنسبه للفيتشرز عندك لي دو كونسول باش يوفروا لك انه لي جو باش يمشيو بالريزوليوشن 4K في فريم ريت ستابل، باش يكون اما 30 ولا 60 ولا اكثريه 30 ممكن نص ل 60، خاطر لي نومبر نتاع مع السبيكس نتاع لي دو كونسول يوفر انهم يخدموا لي جو 4K في 60 اف بي اس ولا حتى 50 40. دونك في الزون هيك باش يحطوها اوفرت. وعندك انه الفي ار كومباتيبيليتي، يعني لي دو كونسول باش يمشيو مع لي كاسك نتاع الفيرتشوال رياليتي. سوني سي سيو باش تقعد مع بلاي ستيشن في ار نتاعها، مش باش تخليك تستعمل الاوكيوليس ريفت وكل. اما بالنسبه للاكس بوكس ما نعرفش اذا كان باش ينونسيو كاسك نتاعهم والا باش يتعاملوا مع اوكيوليس ومع اتش تي سي باش يحطوك تستعمل لي كاسك نتاعهم. واخر حاجه انك زاده تنجم تستريمي بلوراي، معنا تشري سيديات بلوراي افلام 4K والا بنتفليكس، معناها تخدم لي فيلم 4K. وبالنسبه اذا كان ما عندكش تلفزه 4K صعيب عليك من تو، مثلا انا تو ما عنديش اكرون تخدم لي ريزوليوشن 4K، دونك سي با لو كام، ما لازمكش معناها تاخو الكونسولات هذو، ما خاطر ديجا فول اتش دي لي كونسول موجودين تويكا يكفيو وخيرات ربي. صحيح باش تاخو معناتها باش تستنفع منهم انت كي تاخوهم للفول اتش دي، ما مش الفول بوتنشال نتاعهم ماكش باش توصلهم للماكسيموم نتاع البوتنسيال نتاع لي دو كونسول. ثاني بوان باش نحكيو عليها هي الاكسكلوزيف، يعني لي جو اكسكلوزيف للي كونسول هذوما. عندك بالنسبه للبي اس 4 فان بويز عندكم انشارتد، جود اوف وور، شو اسمها جراند توريزمو. دونك les exclusifs l'exclusivité نتاع PlayStation، دونك سي سور باش يحبوهم اللاعبين نتاع PlayStation. اذا كانك تخير الشوتينغ ستايل كيما هالو، جيرز اوف وور، فورزا هورايزن، معناها هذوما لي اكسكلوزيفيتي نتاع مايكروسوفت نتاع الاكس بوكس، دونك تولي تمشي للاكس بوكس. دونك بالنسبه للاكسكلوزيف جيمز ترجع لي لك انت، دونك ما عندنا حتى دخل، ما نجمش نحكم معناها شنو انت تحب. دونك اذا كانك تخير الاكسكلوزيفيتي نتاع بلاي ستيشن تمشي للبلاي ستيشن، واذا كانت تحب الاخرين نتاع اكس بوكس نتجنب باش ما نقولش اكسكلوزيفيتي تمشي للاكس بوكس. They wanted a console that had no boundaries, had no limitations. And that technology component to us is what we really need to make our vision and our art come alive. When I saw the specs of this thing, I'm like, wow, I got true to like, they're really going for it. They're not holding anything back. So we gave the SoC 6 teraflops of computing capability to be able to handle 4K resolutions. Gamers are gonna get the most powerful graphics processor that's been put into a game console to date. It's gonna make developers happy, it's gonna make gamers happy, because they're gonna get a very powerful GPU out of it. The highest res, the best frame rate, no compromises. نتعدل تويكا للسبيكس نتاع لي دو كونسول. عندك الجي بي يو اللي باش يخدم في البلاي ستيشن نيو باش يكون عنده بيرفورمانس نتاع 4.2 تيرا فلوبس جرافيك بروسيسنج يونتس، دونك حاجه كيما جي تي اكس 970 اقوى شويه من 960، دونك في الزون هيك اقل شويه من 980 في 970. وبالنسبه للاكس بوكس سكوربيو باش تكون عندها بيرفورمانس نتاع 6 تيرا فلوبس جرافيك بروسيسنج يونتس، دونك 40% اسرع اذا كان كالكيليوها بالنسبه للاكس بوكس سكوربيو. اما الله اعلم شنو كيف باش نشوفوا ديفيرونس. دونك سي سيور في 4K جيمنج نتصور بروجيكت سكوربيو باش تكون عندها
ادج على البلايستيشن 4، اما ما نتصورش معناها كي الديفيرونس كبيره، خاطر لي ديفلوبر مثلا يقول لك انا باش نخدم جو على نقولوا باش نخدم على الجرافيكس اللي نجم تخدمهم بروجيكت سكوربيو، دونك بلايستيشن 4 نيو لازم تكون زاده كومباتيبل، خاطر ما عندهمش لي زوتي باش يخدموا مع الزوز وباش تكلف لهم برشا فلوس وكل. دونك ما نتصورش كي الديفيرونس كبيره، اما هوني نعطيه الحق الملاح اللي هو الاكس بوكس سكوربيو اللي عنده بيرفورمانس خير في 4K جيمنج حسب السبيكس اللي قالت عليهم مايكروسوفت في التريلر نتاعها. ثالث حاجه باش نحكيو عليها هي الريليز ديت، يعني وقتها باش يخرجوا الكونسولات الجدد. هذه حاجه بصفه عامه ما نحكيوش عليها برشا في الكونسول، خاطر ماهوش موضوع مهم برشا، اما السنا حاجه كروشل على الاخر، حاجه مهمه فيتل اللي تحب تقول انت كيف تحب توصفها، حاجه باش تعني كل شيء للشركه الجديده اللي معناتها للشركه اللي باش تهبط الكونسول الاولى. حسب لي ريبورتس اللي يحكيوا معناها على شكون باش تخرج قبل، باش تكون النيو باش تخرج قبل، خاطر فما ناس تقول انه باش تخرج حتى السنه في اخر 2016، فما ناس تقول باش تخرج على اول 2017 وقت اللي البروجكت سكوربيو قالت مايكروسوفت انه باش يخرج في كريسمس 2017، يعني في زون سبتمبر نوفمبر في الزون هيك. دونك بلاي ستيشن حسب الريبورتس باش يكون عندها عام سابقة الميكروسوفت في ريليز ديت. دونك الملاعبيه اللي متحمسين للفوركي اللي عندهم الفلوس، اللي عنده ديجا تلفزه 4K ونقولوا عنده الفلوس باش يشري الفي ار وباش يجرب ويحب يدخل يجرب في ار، يحب يدخل معناها يكتشف معناها العالم هذايا جديد متاع 4K جيمنج ومتاع الفيرتشوال رياليتي، سيسير باش يمشي للكونسول الاولى اللي باش تهبط اللي هي بلاي ستيشن نيو. هوني سوني باش يكون عندها دومينونس في الحكايه متاع الفونت. دونك جا الوقت باش نحسموها ما بينات لي دو كونسول باش نوفيو معناها الموضوع ونعملو ريزومي كونكلوزيون للي حكيته الكل. عندك بالنسبه للسبيكس للقوة معناها اللي باش توفرها لك الكونسول عند الاكس بوكس سكوربيو، خاطر 6 تيرافلوبس اكثر ب 40% من 4.2 تيرافلوبس. دونك الاكس بوكس عندها الادج في حكاية الجرافيكس، دونك هوني مايكروسوفت وينز. بالنسبة لل شكون باش يبيع اكثر شكون باش يهبط اكثر، سي سور سوني، خاطر ديجا عندها بيع اكثر وعندها معناها تركيبه نتاع لعبيه يحبوها اكثر اللي عندهم بلاي ستيشن 4. تنجموا تشوفوا تونس برك قداش عندنا بلاي ستيشن 4، معناها برشا لعبيه عندهم بلاي ستيشن 4 في تونس، خلي عاد في العالم، يعني بلاي ستيشن بيعت برشا اكثر من 30 مليون ديجا. دونك بالنسبه للبلاي ستيشن باش يكون عندها ربح، خاطر نعطيو اكزامبل مثلا واحد عنده عامين ولا ثلاثه عنده ايفون 6، ما اي ما تجرب في الايفون، الايفون 5 ايفون 6 يحب فيهم، دونك سي سيرتان انه معناها نسبه انه باش يحول مثلا ون بلاس 3 ولا جالاكسي اس 7 قليله برشا، دونك باش يمشي ياخذ ايفون 7. نفس الحكايه تصير هوني مثلا انا عندي كارير مع الاكس بوكس وعندي كارير مع بلاي ستيشن، مي توي كبلاي ستيشن نقولوا ربحتني، دونك نمشي للنيو اكثر، نميل للنيو اكثر. دونك هكي معناها بالنسبه لسوني بوان فور تربح فيها هي، اما البوان اللي معناها باش تحسمها ما بيناتهم هي انه سوني باش تخرج الكونسول نتاعها قبل سكوربيو. دونك بريس اذا كانت خرج السنا معناها قبل ب 12 شهر من طابت سكوربيو، يعني باش تربح المارشي الكل، باش تعطي بنيه في الراس السوني الميكروسوفت، يعني مزمر عليها ميكروسوفت اذا كما تخرجهاش. دونك هذا رايي كان في السوجي نتاع الفوركي جيمنج نتاع الفيرتشوال رياليتي ونتاع لي كونسول الجدد. قولوا لي شنو رايكم انتم اللوطا في لي كومونتير، حط لنا لايك اذا كان عجبك الفيديو ولا ديسلايك اذا كان ما عجبكش، سبسكرايب فور سيميلر كونتنت وجيم بلايز وريفيوز جايين برشا، دونك الشان نتاعي تلقى فيها كل شيء ان شاء الله. ومرحبا بكم الناس الكل، وكان معكم احمد كابو من موقع تيليزي جيمر، ان شاء الله نقابلو مره جايه في فيديو جديد. تشاو.